توجهنا بالصناعة تغطية احتياجات السوق، لكن بالتأكيد على المدى المتوسط ما يفيض من الإنتاج ممكن نصدره. أسمدة بيجي أيضا بعد التدمير والخراب، هذا واحد من المشاريع المهمة. خلينا بحساباتنا أنه نغطي هذه المشاريع حاجتها من الغاز، وأسعارها أيضا مدعومة. فإذا كل المقدمات هيئناها كحكومة كوزارة كشركات، أعتقد هذه العقود إذا نفذت راح تحقق قفزة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الأسمدة. أما المنتجات للكلور والصودا هذه كلها محتاجتها الشركات النفطية.